اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. من 18 سنه العراق يعيش وسط مستنقع من الفساد والاذى والسوء والنهب والسرقه. وهذا الكلام يعني ليس من عندنا فقط، لكن حتى من يحكمون العراق اليوم يتحدثون بهذه اللهجه. مصطفى الكاظم يقول انه العراق يعني من سيء الى اسوأ، وهو في وضع سيء، وفي الحكومات السابقه تتحمل هذا الموضوع، وكل القوى والشخصيات، كل قوى وشخصيات واحزاب العمليه السياسيه وهم مقبلون على ما يسمى بالانتخابات المبكره تحدثون هذا الحديث في محاوله منهم لتبييض وجوههم، لتبييض ايديهم، للقول يعني انهم لم يكونوا اداه للتخريب والسرقه والنهب، ليس لهم علاقه، وبالتالي إذا ما انتخبهم الشعب هكذا يريدون، إذا ما انتخبهم الشعب سيسعون إلى البناء والإعمار والقضاء على الفساد والقضاء على الفوضى والذهاب إلى عراق مزدهر مثل ما تحدثوا منذ عام 2003 لحد الآن. الحقيقة كل يعني ما دمنا نتحدث عن انتخابات، ما يسمى بالانتخابات المبكرة القادمة، كل المرشحين، حتى المرشحين الذين يرشحون نفسهم لأول مرة هم أسوأ من المرشحين السابقين، لا يقلون عنهم سوءا وفسادا، وإلا كيف يمكن لمرشح مستقل يقول أنا مستقل غير مرتبط بجهة، العراق همي الأول، كيف له أن يأتي بهذه القدرة على الدعاية والإعلان لنفسه؟ هذه تحتاج إلى أموال هائلة وكبيرة جدا جدا. الشعب لا يعطي، الشعب غير مقتنع بهذه الانتخابات وليس له علاقة بها، فمن أين له هذه الأموال؟ يعني أموال كبيرة جدا جدا. الانتخابات الماضية عام 2018 قالوا أن حجم الأموال التي صرفت عليها للدعاية فقط أكثر من 4 مليار دولار. الآن بدأت الحملة الإعلامية والإعلانية لهذه الانتخابات للمرشحين، وإذا بهم يتفننون في عرض شخصياتهم وعرض أحزابهم وقواهم. طبعا لا أحد منهم يتحدث عن مشروع، الكل يتحدث بلغة غريبة عجيبة مائعة لا يقبلها أحد ولا يمكن لإذن أن تسمعها ولا تشمئز منها. الحديث الآن يجري عن تبليد شوارع، عن بناء مستشفيات، عن ما لا أعرف ماذا، عن توزيع أشياء للمواطنين، كل هذا كذب. عن توظيف المواطنين، وعلى ذكر التوظيف يعيدون الناس بالتوظيف والوظائف. الحقيقة أن الحكومة تتحدث والكل يتحدثون وصندوق النقد الدولي يتحدث أن العراق فيه ترهل، عدد الموظفين عنده عسكريين ومدنيين أكثر من 6 ملايين، يحتاج لهم شهريا فقط رواتب أكثر من 5 مليار دولار. كيف يأتي بالخمسة مليار دولار؟ عائدات النفط لا تكفيها، فبالتالي أي تعيين كذبة كبيرة. والدوائر ماذا تتحمل؟ لا، ليس لدينا مصانع، ليس لدينا مزارع، ليس لدينا عمل تجاري، نشاط تجاري، فبالتالي ليس لدينا إلا هذه الوظائف والمؤسسات الخربة التي لا تعمل، واللي كل الكل يتحدثون، كل الاستبيانات التي حصلت عليها تقول أن الموظف لا يعمل فيها أكثر من 5 إلى 6 دقائق يوميا، فبالتالي بطالة مقنعة بهذا العدد الهائل، موارد مالية كبيرة تصرف على هذه المؤسسات وهي بلا فائدة الحقيقة، لا تقدم شيء للمواطن، والمواطن يعني يشوف الويل، يرى الويل وهو يراجع هذه الدوائر والمؤسسات لأداء خدمة معينة لحاجته، وإلا ما كان راجع. وتشهدون يعني الكل يشهد في العراق، مؤسسات الصحية كيف منهارة، مؤسسات الخدمية كيف منهارة، الكهرباء، الخدمات، كل شيء منهار. فأي مؤسسات تتحدثون عنها، حتى المؤسسات العسكرية، يعني من يدعي أن العراق آمن، الانفجارات في كل وقت، والقتل والخطف والميليشيات تعبث في كل مكان، وبالتالي لا أمن ولا أمان وفوضى كاملة. وتأتي هذه الانتخابات والعراق من أكثر بلدان العالم فسادا، يعني هذه بشهادة منظمة الشفافية الدولية. فكيف يمكن
القول بأن الانتخابات القادمة ستكون شفافة، ستكون نزيهة، ستكون عادلة، والعراق بهذا المستوى. العراق من بين أكثر الدول، أكثر 20 دولة في العالم فسادا، ومنذ يعني من 18 سنة هو في هذه الخانة، خانة الفساد والخراب والسرقة والنهب. مليارات خرجت من العراق وما زالت تخرج، وكل موارده مبيدة. فبالتالي كيف يمكن تقنع المواطن أن الانتخابات ستكون نزيهة والفساد بهذا الشكل؟ كل المؤسسات فاسدة، فكيف يمكن للمواطن أن يثق بانتخابات شريفة ونزيهة تؤدي الغرض الذي يتحدثون عنه، إذا كان الفساد هو سيد الموقف في العراق، وإذا كان السلاح المنفلت هو سيد الموقف في العراق، وإذا كان الخطف والقتل والنهب والميليشيات هي المتحكمة؟ فبالتالي قضية الانتخابات يعني وضع العراق كارثي فيها. انتخابات محاولة، انتخابات شكلية الحقيقة ليس أكثر، محاولة تكريس الفساد مثل ما يقال، والفوضى. الذي يملك المال هو الذي يعني الذي سرقه من الشعب، هو بهذا المال يقدم الدعاية لنفسه، لأنه يعرف أن العوائد ستكون أكبر في حالة انتخابه، في حالة وصوله إلى كرسي الحكم في البرلمان أو غيره أو المناصب. الكل يعرف يعني دوليا ومحليا وإقليميا، يعرف أنه نتيجة هذه الانتخابات يعني معروفة سلفا، وبالتالي هذا شكلها. فالحديث عن انتخابات مبكرة والحديث أنها خطوة نحو التغيير وخطوة نحو البناء كذبة كبيرة ومحاولة للحفاظ على العملية السياسية التي هي أساس كل هذا الخراب في العراق. هذه هي الحقيقة. ربما سنتحدث في الحلقة القادمة أيضا عن هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع مهم جدا ويهم الناس، وهناك ضغوطات كثيرة إعلامية وسياسية على المواطنين لكي يذهبوا، وطبعا هاي محلية ودولية وأقليمية، حتى الأمم المتحدة تشارك بها، لكي يذهبوا للانتخابات، لأنه لا بديل لديكم مثل ما يقولون غير هذه الانتخابات للتغيير، وهذه فرصتكم للتغيير، وهذه هي الكذبة الكبيرة. أترككم بخير، ألتقيكم في الحلقة القادمة لنكمل هذا الحديث. لذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.